حاولنا نشوفوا الانتاجيه في الاقتصاد المغربي ككل. هذه الانتاجيه اللي هي تجي من جوج الجوانب، تجي بالنتيجه ديال المساهمه ديال راس المال والعمل من جهه، والمساهمه ديال المناخ العام اللي ما تيجيش مباشره منه ولكن تيجي من خارج هي اللي تتسمى فائض الانتاجيه، الفائض الانتاجيه. هذيك فائض الانتاجيه هي في الحقيقه اللي تتكون داك الثمره ديال الانتاج ديال الثمره ديال النمو، وهي اللي تتعطي واحد الصوره على واش البلاد تنمي القدرات ديالها ديال النمو وديال تحسين المعيشه ولا لا. هاد فائض الانتاج تيتضح لنا بانه موجود مزيان، موجود كبير في البادئ في العالم ديال الفلاحه، في الفلاحه موجود كبير متواجد، لانه كاين هناك استثمارات في الفلاحه، ولكن كاين ايضا تدفق الشتاء تيساهم في ذاك فائض الانتاج. ولكن شكون اللي تستفد منه اكثر؟ تستفد منه راس المال، ولكن ما يخص اليد العامله اللي هي كثير شي فيها يد عامله ماشي مؤدى عندها، يد عامله ديال زيد فاميليال وديال اللي بقى المستوى ديالهم في هذه 15 سنه منخفض وقاد مستمر، في حين ان بحكم ان السنوات كانت مزيانه وبحكم ان كاين استثمارات في القطاع الفلاحي، راس المال وبحكم انه ما كاينش اقتطاعات ديال الدوله في القطاع الفلاحي، كاين اذا هناك واحد الاستفاده ديال راس المال اكثر مما عند، في حين ان العكس في القطاع غير الفلاحي، قطاع غير الفلاحي تلقاو ان فائض الانتاجيه قليل، واللي بقى محافظ على الاستفاده منه هي اليد العامله اللي تشغلها، ما الاجور ما انخفضاتش وبقاو مستمرين. اذا تيعطينا واحد الصوره في المغرب ديال اللي عنده شي شغل في القطاع غير الفلاحي من غير الباديه، وعنده شي شغل جالس عليه حاضره، وعنده اللي تيدافع عليه، وعنده النقابات، وعنده وتيبقى محافظ على الامكانيات ديالو. ولكن الباديه تماك فاش كاين الشغل قليل، تماك فاش الانتاجيه قليله، تماك فاش كاين الامكانيات ديال فاش كاين كذلك الفقر كثير، كما تنعرفوا تماك كذلك فاش كاين الفقر.